وزاره الداخليه اعلنت ضبط 22 اخواني بتهمه محاوله استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح في القضيه المعروفه باسم شهيد الشهامه في تقليب الراي العام واثاره الفوضى والبلبله في اوساط المواطنين الداخليه قالت في بيان ان قطاع الامن الوطني رصد محاوله الجماعه الارهابيه استغلال الحادث والتحريض ضد الدوله من خلال نشر العديد من الاخبار المغلوطه والشائعات الكاذبه وتم ضبط 22 من العناصر القائمة على التحركات دي وأوضحت الداخلية أنه عثر بحوزتهم على ملصقات إثارية وأسلحة بيضة واثنين طبانجة صوت ورشاش صوت بهدف استغلالها استغلال كل هذه الأمور لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسات المحاكمة